درت واحد القافله اجتماعيه مجموعه من المناطق طاطا سيدي افني. اجني اهم التوصيات اللي خرجتوا منها من خلال هذه القافله الاجتماعيه؟ كانت 10 توصيات الى ما خانتنيش الذاكره ديالي، لانها متضمنه في التقرير، واللي ركزوا عليها النساء وحملونا المسؤوليه ديال تبليغها لمواقع القرار اللي على راسها مساله تمكين النساء، بحيث ان بالنسبه لهم، لان التوصيات هذه كلها خرجت من واحد الورشه مهمه اللي كنسميوها سيداتي لك الكلمه فتحرري وعبري، هذه اللي تمكين النساء من انهم يعبروا هما برؤوسهم على الاوضاع ديالهم ويقترحوا. خرجت التوصيات من على راسها مساله ديال تمكين النساء اقتصاديا، لان كيعتبروه هو التمكين الاقتصادي هو الاساس ديال كل تنميه اجتماعيه بشريه اجتماعيه مستدامه، والعنصر النسائي البشري وعلى راسه العنصر النسائي هو اساس مهم في هذه التنميه البشريه، واي تغييب ليه فهو تغييب لنصف المجتمع. باش تكون عندهم واحد الكلمه في اطار اتخاذ القرار الخاص بناتهم ووليداتهم والاسر ديالهم. هذه المساله هذه ديال التمكين الاقتصادي كيدوزوا منها المساله ديال تعليم الطفلات والفتيات، اللي هي ايضا مهمه جدا باش يمكن نتكلموا على اي تنميه بشريه، ودائما المساله مرتبطه بالتنميه البشريه المستدامه، التنميه البشريه المستدامه اجتماعيا. الا ما كانش تعليم، الا كانت الاميه لا زالت مهيمنه داخل العنصر النسوي وما كانتش جندرت التعليم، فما يمكنش لينا نتكلموا على تقدم وعلى تنميه بشريه، لان كيكون العنصر النسائي ايضا مقصي، اللي هو ايضا كيف ما تنقولوا في المجتمع ديالنا هو نصف المجتمع، بل اكثر من نصف المجتمع. كاينه توصيه اخرى اللي هي مرتبطه بالتمكين الاقتصادي ومرتبطه بالتعليم، اللي هي محاربه تزويج القاصرات. وهذه التوصيه كنعتبروها احنا كمؤسسه الطول جد مهمه، لان خدنا عليها معركه منذ 2006 وباقي الان، منذ اول قافله اللي كانت في ايمل شيل وتينغير في 2006 وباقي الان كنخوضوا عليها معارك، وخرجت هذه الورشات هذه بانه لا يمكن ان يحارب تزويج القاصرات في غياب نصوص قانونيه واضحه، نصوص قانونيه زجريه واضحه لمعاقبه ايا كان قام بتزويج القاصر، سواء كان الطرف المزوج او المتزوج او الحامي لهذا الزواج. ولا كيظنني لانه تنظيم ولا الرجال اذا في المشيتي كتلقى تزويج القاصر. حاربنا، حاولنا نديرو توعيه، حاولنا نحاولوا نرجعوا واحد الفئه اللي هي ومشي كاع فئه كثيره تم دروس باش انها تكمل القرايه ديالها، ولكن الفقر والجهل والاميه تيقول لك الاب اللهم نزوج بنتي ولا تبقى ليا في الدار. بالنسبه لك واش الحلول لهذا المشكل؟ الحلول هو التعليم، التعليم في البلاد خاص يكون التعليم، حنا يكون توفير ديال المدارس، يكون توفير ديال النقل المدرسي للفتيات، يكون دار الطالبه متوفره للفتيات، هادو كلهم كيلعبوا دور كبير باش البنت انها تكمل قرايتها وما تبقاش غير جالسه في الدار ولا تمشي تبع البنات ولا اللهم تيقول لك اللهم نزوج بنتي. هادو هو المشكل، هادو هو القضيه اللي هضرت على القافله، يعني التمكين الاقتصادي بالنسبه للنساء هو اهم حاجه، اهم حاجه. الا ما كانش تمكين اقتصادي والوعي والثقافه في البلاد، ولا نحاربوا هاد تزويج القاصرات جميعا.